انتقلت حمى التظاهرات إلى وزارة العدل، حيث احتج مئات الموظفين بصفة موظف حارس أمام مبنى الوزارة للمطالبة بإعادة المفصولين حسب قانون العفو العام. ورفع محتجون لافتات تطالب بإنصافهم، وأطلقوا أهازيج وين العدل يا وزارة العدل، في إشارة إلى الظلم الذي وقع عليهم. كما طالب المتظاهرون بتطبيق قانوني بدل الطعام وبدل العدوى. كل احد هويات ما الاراضي، كل احد هويات متسم هذا من عندنا 3000 دقيقه متسم يوعدون بينا من ذاك اليوم من هذا اليوم متسم عنده خدمه 19 سنه نوار عبد الوهاب فاضل على المقهى هذا باج صار له 19 سنه وين الباجات؟ وين الباجات؟ هذا الباج يقول حبر ماكو، قلت له تبرع لك بحبر، يقول لا هذا فساد فساد عدي لو عندك مطالب المطالب هذا ثلاثة بدل العدوى بدل الطعام والمفصولين يرجعونهم والعفو مال جماعتنا 700 واحد عندنا ليش مفصولين 700 واحد شنو مصيرهم شنو مصير عوائلهم شنو مصيرهم كل واحد عنده خمسة وستة والإيجار الله يقبل محمد يعني الوزير قاعد على التبريد واحنا قاعدين هنا أصعب من عوائل دول آخر يباعون يضحكون علينا من فوق يباعون علينا يضحكون